رونا بالصراحه اقسم بالله خشير الوراق ولاو كيجيو هاد من هاد الكونفينمون اللي داز. قلنا راه بان سيدنا توقف معانا سيدنا ما دار معانا دار معانا على الجميل، وهاد الناس هادو خشير ولاو كيكسلونا. عرفتي شحال ديال الوراق شحال كيجي وحنا ما هذاك لاسوم كاع ما مستهلكينها وكتجيك راه خشير. هادي راه الشفره ولات اقسم بالله. سيدنا ما عارفش هادشي، يكون عارف هادشي راه ما عادش غيدير ليهم والله ما نكذب عليك. وبزاف وبزاف ماشي انا عندي خمسه الوليدات ومضروره، وكاينين الناس مساكن ما عندهمش وكاين بزاف ديال الحوايج. واش فهمتي اختي؟ راه قتلونا هاد الناس اختي. درنا الشكايات وكاين شي ناس بحال اللي كيخافوا منهم كيرجعوا ليهم، وحنايا كيقول لك لا ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه اختي فهمتيني. انا ما بغيتهاش السبقه الصراحه على هادشي اللي كيديروا، هاد الشفره اللي تيشفروا البلاد وتيشفروا عباد الله، تيشفرونا حتى حنايا راه حنا تيشفروا حتى سيدنا هادو على هاد الحساب هادو. خلصنا مورا كورونا جاتنا 17000، حنا مولفه كتجينا 3000 ريال 120 درهم فهمتي اختي. لا اله الا الله، الله ياخذ الحق. هادشي اللي نقول لك حنا راه تنخلصوا هنا وهما راه غيتخلصوا لي، هذه هي الصراحه. شفار اخويا، واش مولف كتجيك 100 درهم 150 درهم كتولي تلقى 16000 ريال؟ 16000 ريال راه حولها صاحبي، راه حشومه بنادم اصاحبي يدير لي 16000 ريال ولا خويا. هادشي اللي كاين في ليديك راه المشاكل وصافي. دابا باك كيشضر بعين 1000 ريال، كيشضر بعين غيخلص بها ليديك غدير لي 1500 درهم ليديك، اش تبقى 10000؟ غتقد لنا في شهر الشهر الاخر عاوتاني 1500 درهم. مرقوا شويه وما راه شركه قد قد الخلا، راه مازال في الكورونا والازمه راه هما خاصهم ينقصوا على بنادم ولا كاع يطلقوا لهم فابور. راه حشومه الا جات شي شركه من غيرها غتمشي في حالاتها اخويا، حيت ليديك ما نافعه بوالو. مازال في الاول كانت كدير 100 درهم 120 درهم بنادم كان كيتعافر معاها، دابا ولات كتعطيك 1500 درهم 2000 درهم راه حشومه. حيت اخويا حنايا اعوام هي كتجينا 100 درهم، واحد النهار جاتنا 160000 ريال. والله ما كنكذب عليك كندوي 160000 ريال في الشهر. عرفتي علاش؟ دابا حيت حنايا جينا في واحد الدرب كله ما جاش هذاك الشهر ما خلصوا والو، وحنا خلصنا عليهم 160000 ريال. تمشي حيت جاتنا 160000 ريال اخو. المشاكل اللي لقينا مع ليديك هذا العام بزاف تاع الحوايج، زعما زادوا على الناس بزاف. يعني مولف كيجينا حنا غير مثلا غير 5000 ريال ولا هذا، جاتنا 16000 ريال ما عرفناش علاش، وما كناش جالسين في الدار. يعني شي اثمنه اللي باهظه بزاف، ماشي غير حنايا، دار يعني دار مرات خويا وداك الشيء جاتهم حتى هما شي 26000 ريال. ملي مشينا باش نشكيو هذا تيقول لك خلصي عاد شكي، يعني وانت الا ما عندكش منين غتجيب هذيك الفلوس؟ يعني فهمتي ما يمكنش، يعني ما يمكنش. وبنادم الازمه وبنادم ما خدامش، الله يحسن العوان، وشحال من حاجه وحنا جالسين وكلشي تضرر بهذا الشيء ديال كورونا. يعني الانسان ما بغوش هما يفهموا، يعني بلا الانسان ما عندوش. بيني وبينك ليدك ما دارت حتى شي حاجه، ما دارت حتى خدمه، ما كتحسش بالشعب نهائيا.